اليوم بدانا صافي، احنا في مملكة البحرين. شوفوا طريقتي، ملح كركم وفلفل اسود ولومس حاري ليمون وزيت، نخلطهم، ننزل التتبيلة على الصافي، نخليه بالتتبيل ربع ساعة، ننزل السمك بالزيت. ما شاء الله تبارك الله، شوف حالات الصافي بعد مرور 15 دقيقة. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شوف الصافي عقب ما انقلى، شوف ايش حلوة ما شاء الله تبارك الله. للمشخور ملح وسمن، ننزل 8 كاسات رز منقور بعد مرور 10 دقائق، سمن وبصل، نحمس البصل لحد ما يصير ذهبي، شوية كركم، ننزل العيش فوق الفرقعة. هذا العيش ما شاء الله تبارك الله، شوف هذه الفرقعة ما شاء الله تبارك الله، هذا الدقوس الكويتي الخاثر. هذا غدانا اليوم في البحرين، مشخور اللي فرقعة وصافي البحريني مع دقوس الطماطم. علينا وعليكم بالعافية.